محمد صابر مدينة الدار البيضاء 22 سنة. أنا أول مرة درت خش انترفيو مع قناة شوف تيفي صرحت الحب ديالي مجيت نادى حس وقلت لهم كنبغاه وكان هذاك أكبر غلط درته باللي قلت لهم كنبغاه وليت كنتلقى انتقادات في الشارع كيقولوا لي نزار ديالك نادى ديالك نادى كيسحبوني كنبغاه أنا ما كنبغاه ما والو فعلا بيني وبينها علاقة صداقة ولكن عمرني ما بغيت هذاك كما كنقولوا بغيت نركب على الموجة قلت لهم كيف نزار قال لهم كنبغاه أنا قلت لهم كنبغى باش نركبوا على الموجه هادشي اللي كاين لا دوزت الحبس كان قصه واقعيه بصح كان بيني وبين واحد الخلاف هدت حتى في لي زابيل في كونط انستغرام قالت لي جي عندي الخميسات هادي رايحوا هذيك مشيت عندها لقيت البوليس صافي ما فهمت والو تابطون تديت هذيك 15 يوم اصلاحيه وما داير والو كواك دير شي حاجه ناصب ولا ما دير حتى شي حاجه اليوم بغيت نبين الناس حيت كنخرج الزنقه كيبداو عليا بنادم راه دالك نزار دالك نادع ما كيشوفوا تصاوري معاه في فيسبوك كيشوفوا تصاوري معاه خارج معاه ستوريات كيسحبوني بيني وبينه شي حاجه ما بيني وبينه والو بيني وبينه علاقه صداقه فقط بنادم باش ما يمشيش غلط بزاف قال اكبر غلط درت هو اللي درت هذاك الانترفيو الاول قلت لهم كنبغاه وكنقدر ندير اي حاجه على قبل هادشي كيبان ليا تبرهيش هادشي كيبان ليا ما كاين منه والو غير لاعبين بيناتهم باش او ديما هما اللي حاكمين السوشيال ميديا باش بقى بنادم ديما متبعهم هادشي اللي كاين ما بسالو بزاف بسالو اكثر من القياس يا اختي انتقادات بزاف كنخرج الزنقه كبداو عليا عاشق كارديسيان دال نزار دالك نادا صافي مع كانوا كيشوفوها كانت كتجي عندي حتى ثبات حتى الحومه ديالنا كيسحبوا بيني وبين شي حاجه ما بيني وبين والو بيني وبين علاقه صداقه يقول لي دالك نزار هادي قول لهم ما بيني وبين والو انا بلي اش نقول لك والله ما عرفت شنو نقول لك بلي هذاك الشيء لاعب دايرين بيناتهم دايرين بيناتهم باش يضحكوا على الشعب يضحكوا على البوبليك شنكره نكون في بلاصتو هذا الشيء تسبب لي هذا الشيء الانترفيو اللي قلت كنبغاه تسبب لي مشاكل مع الدري ديالي تسبب لي في مشاكل معاه وتسبب لي مشاكل مع العائله كنت كنخرج بارادتي ولكن في ديك الساعه ما كنتش عارف العواقب ديال داك الشيء اللي كنت كنقول ما كنتش عارف العواقب الرساله اللي بغيت نوجه للناس باللي انا راه ما كنبغيش هذيك السيده ماشي ما كنبغيهاش ما كنحس من جهتها بشي حب ولا شي حاجه بيني وبين علاقه صداقه فقط هادشي اللي بغيت نوضح للناس وقال اكبر غلط درت في حياتي طرحت الحب ديالي من جهتها قلت لهم كنبغيها وضربت الحبس على قبلها انا ماشي ضربت الحبس على قبلها انا تصيدت على قبلها كنت غادي عندها انا كنت مريح في الدار مع ليا ما بيا كنت مريح وتسافت لي ميس صونات عليا صونات عليا قالت لي فينك انت قلت لها انا كاينه في الدار جالس قالت لي واش طلع عندي الخميسه قلت لها راه ما عنديش فلوس نكذب عليك قلت لي ماشي مشكل قلت لها تلاقى مع واحد السيد قلت لي حدا المحطه قلت لي غيعطيك شي امانه قلت لي ركب وجي عندي فعلا انا واحد الدري صاحبي هبطنا للمحطه تلاقينا مع داك السيد عطانا الفلوس ركبت في الكار مشينا عند الخميسه ما نزلنا لقينا هي سلمات عليا قالت لي واش فيك الجوع نطلع واحد الصناك ناكلو لا مرحبا صافي كان طلعوا الصناك ناكلو طلعنا ريحنا بحال كناكلو الصناك وما طلعوا البوليس ما فهمت والو طلعوا البوليس كنقول لهم علاش شديتوني ما فهمتش والله تندمت بزاف تلقى انتقادات كل نهار الخطوبه ديال النزال كانت حقيقيه الله يكمل عليهم بخير الا كانوا كيضحكوا على الشعب راه حشومه عليهم هادشي اللي كيديروا فيه